وفي عين والسارة تمكنت مصالح الحماية المدنية عصر أمس من انتشال جثة شاب غارق يبلغ من العمر 36 سنة من بركة مائية وسط طواد بوسدرايا، وذلك بالقرب من الجسر الرابط ما بين حي محمد صيفي وقرية نويجم بعين والسارة. للإشارة، السبب المفترض هو سقوط الضحية من أعلى الجسر على ارتفاع 15 متر في بركة مائية عمقها حوالي 6 أمتار. تدخلت عناصر الوحدة الثانوية بعين والسارة في حدود الساعة 3:05 مساء اليوم، وذلك لأجل انتشال جثة شاب غارق يبلغ من العمر 36 سنة من بركة مائية وسط واد بوسدرايا، وذلك بالقرب من الجسر الرابط ما بين حي محمد صيفي وقرية نويجم بعين والسارة. للإشارة، السبب المفترض هو سقوط الضحية من أعلى الجسر على ارتفاع 15 متر في بركة مائية عمقها حوالي 6 أمتار. لتوضيح، هو نفس الواد الذي غرق فيها الطفلين في خلال هذه الثلاث أيام السابقة.